عملت الدولة على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة اللي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، حيث تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفايدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، وذلك لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج. للمزيد معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس. دكتور أحمد مساء الخير، وشايف إزاي جهود الدولة المستمرة نحو دعم الأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية؟ مساء الخير يا فندم على حضرتك والسادة المشاهدين، وكل سنة وحضراتكم بكل صحة وخير. طيب، زي ما حضرتك تفضلتي في التقرير الكريم، الدولة خصصت حوالي 19.5 مليار جنيه سنويا، ودي فارق سعر الفايدة ومبادرة دعم القطاعات الإنتاجية اللي خاصة سواء بالمشروعات الزراعية والصناعية الزراعية. طبعا الكلام ده بيتم في فتره مهمه جدا عشان نخفف من اعباء التمويل على كافه المشروعات اللي خاصه باهالينا المزارعين وكل ما بيعمل في قطاعات انتاجيه ذات صله بالزراعه، زي تربيه المواشي او تربيه الدواجن، او في نفس الوقت برضو الناس اللي بياخدوا قروض عشان يزرعوا بيها محاصيل، سواء قطن سواء قمح سواء محصول بنجر سكر سواء ذرة وخلافه. الكلام ده بنخفف عنه الفوائد، ففي مبادرة اتعملت الأنشطة دي الزراعية والصناعية، في منها قروض بسيطة بتبقى بفايدة بسيطة ما بين 5% وما بين 11%. المستهدف في الكلام ده حوالي 150 مليار جنيه، والكلام ده تم بالتنسيق ما بين وزارة المالية والبنوك والبنك المصري الزراعي ذو صلة بالمشروعات الزراعية، ان مخصص 140 مليار لرأس المال العامل للمشروعات المختلفة، و10 مليار بخصوص شراء الآلات والمعدات وخصوص الإنتاج، وبيسددهم الـ 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 الشريك أو صاحب الشركة أو الهيئة أو المزارع على ما يقرب من 5 سنوات. في الواقع احنا عاوزين نتكلم في حاجة مهمة جدا، ان لم تكتفي الدولة ان هي تخفض من السعر بتاع الفايدة عن قروض المزارعين والمشروعات الإنتاجية الصناعية بس، بل هناك دعم في صور مختلفة أخرى. احنا شفنا الدعم بتاع التكاليف المكافحة بتاعت الإثبات لبعض المحاصيل الاستراتيجية زي القطن، الدولة بتتحمله على حسابها. لما بنشوف الدعم الخاص وبرضه المشروعات اللي خاصة، صحيح، احنا شفنا مصر في الأسمدة خطت خطوات كبيرة جدا، احنا شفنا سيادة نعم وصلت الفكرة، لكن بشكر حضرتك جدا لضيق الوقت. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم.